بحيث لو في اي ملحوظه بيشوفها في الكاميرا من خلال المعاونه برضو مع بعض المهندسين اللي موجودين بيخطر الخدمه اللي موجوده سواء على الرصيف او في الصاله او على المنفذ. فبالتالي الكاميرات دي بتحقق زي ما بقول سيطره امنيه للمنطقه كلها، وده طبعا هي لسه منشاه من فتره قريبه، واعتبره انه انجاز بالنسبه لتحقيق الامن. الكاميرات بالظبط رجعت عن طريق الكاميرات في بالظبط 8 بالظبط. هل ان شاء الله يعني في خطه في تعميم الكاميرات؟ شغالين فيها حاليا. الكلام مش معظم الكاميرات في القاهره او اسكندريه بس. بقول على مستوى المحافظات عندنا في الصعيد. القوانين كلها مفيش. لا عندنا في الصعيد ما انت بس في فرق. في محطة مركزية. كان محطة رئيسية. في محطة محافظة. وفي محطة رصيف اللي احنا بنسميها يعني مجرد رصيف. محطات كتير اللي هي الرصيف اللي هو المكاتب المريض الرئيسية والرصيف الرجالي كلهم معمم عليه. محطات الرصيف اللي احنا كنا عايزينها فيها عنصر بشري بيأمن؟ في مكان مفيهاش كاميرات. هلا لا مش متأمنة خالص. المحطات الصغيرة اللي هي رصيف الصغيرة دي بننسق فيها مع مدير اي سلم تمام مش مضطر الدور الثاني هل في طبعا تعليمات واضحه لرجال الشرطه؟ احنا تعليماتنا واضحه، توجيهات الوزاره، توجيهات السيد الوزير، التعامل مع المواطنين معامله طيبه وعدم التجاوز. احنا كشرطه نقل ومواصلات عاملين مجموعه من إدارة التدريب التابعة للإدارة بتمر على جميع الخدمات ميدانيا سواء في السكة الحديد أو في المترو لتلقين القوات التعليمات بالظبط.